هل يجوز لطالب العلم أن يفتي بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز طواف المرأة الحائض عند الضرورة إذا خشيت فوات رفقتها، مع أن حديث المسألة وهي أحابسة ناهية صريح في ذلك؟ يا إخوان، فتوى شيخ الإسلام في رحمه الله في وقت غير وقتنا، في وقت كان السفر على الإبل أو على السفن في البحر يأخذ أشهر، وفيها خطار، فيها خطار في الطريق وفيها هلاك. أما في وقتنا لما تسهلت المواصلات بالطائرات وبالمراكب السريعة تغير الوقت، فبإمكانها أنها تذهب مع وليها، وإذا طهرت ترجع. وسائل النقل سريعة الآن، ما هي إلا ساعات أو يوم أو أقل من ذلك، وتؤدي نسكها. تختلف الوقت عن وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، مع أن قول شيخ الإسلام فيه نظر، حتى في وقته فيه نظر، لكنه يقول اضطرت الضرورة إلى هذا. الآن ما فيه ضرورة، الآن ما فيه ضرورة، نعم.